صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 10 لسنة 2023 بتنظيم الأمانة العامة للمجلس الأعلى للصحة، وذلك بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء. وبعد موافقة مجلس الوزراء جاء فيه المادة الأولى: تنظم الأمانة العامة للمجلس الأعلى للصحة، وذلك على النحو الآتي: الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة، وتتبعه أولا إدارة حوكمة المنظومة الصحية، ثانيا إدارة التقييم الاستراتيجي الصحي.